بعد انقضاء 29 يوما من شهر رمضان المبارك، ستجتمع الليلة بدار الإمام بالجزائر العاصمة لجنة الأهلة كما جرت عليه العادة لترقب هلال شهر شوال والإعلان عن أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام. وإحياء لهذه السنة المباركة ستعقد ندوة خاصة بليلة التحري ابتداء من صلاة المغرب بدار الإمام بالمحمدية. هذا وأعلنت ماليزيا غدا الثلاثاء متمما لشهر شوال لشهر رمضان عفوا، وسيكون عيد الفطر أو أول أيام عيد الفطر يوم الأربعاء. ومعنا عبر الهاتف الخبير في علم الفلك والجيوفيزياء الفلكية لوط بوناطيرو. أهلا بكم أستاذ لوط. أهلا بكم. أهلا. إذن علماء الفلك أجمعوا على استحالة رؤية هلال شوال الليلة، وماليزيا تعلن يوم غد الثلاثاء متمما لشهر رمضان. هل لكم أن تشرحوا لنا الآن ربما الطريقة التي تعتمدون عليها في حساباتكم الفلكية؟ والله وفقا للحديث أسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر اليوم الفلكيون في هذا الشهر شوال متفقين كلهم بدون استثناء على عدم إمكانية رؤية الهلال مساء اليوم، بالرغم أن الاقتران وقع في زوال اليوم حوالي الساعة 12 بالتوقيت الجزائري، ولكن الوقت بين الظهر ومغرب اليوم لا يكفي للقمر أن يبتعد عن ضوء الشمس ويبدأ يظهر لعامة الناس، فبالتالي رؤية غير ممكنة في مساء اليوم، ويكون غدا متمم لشهر رمضان وهذا ثبت في ماليزيا، ويكون أول شوال بعد غد اللي هو يوم الأربعاء اللي هو بإذن الله عيد الفطر. نعم، شكرا جزيلا لكم الباحث لوط بوناطيرو الخبير في علم الفلك وجيوفيزياء الفلكية على كل هذه التوضيحات، شكرا جزيلا لكم.